فضيلة الشيخ عطية فقر، في إطار حديثنا عن الزواج نود أن نعرف حدود العورة بين الزوج وزوجته. قال العلماء: لا توجد عورة بين الزوجة وزوجها، وليس بينهما حجاب، فقد حددت العورة وأمر بسترها لمنع الفتنة التي تنتهي بالاتصال الجنسي، وهذا الاتصال هو مقتضى الحياة الزوجية، فكل ما يؤدي إليه ليس ممنوعا بل قد يكون مطلوبا. في حديث حسن رواه الترمذي: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الصحيحين عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، يعني أترك هذا لي. وفيه دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس، ويؤيده ما رواه ابن حبان أن عطاء بن أبي رباح سأل عائشة عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فذكرت له هذا الحديث بمعناه. وإذا كان تعري الزوجين ليس محرما فالأولى عدم التنادي فيه، وقد رويت أحاديث بكراهة النظر إلى الفرج، وإن كان ابن حزم قد رفض قبول هذه الأحاديث، فإن ما هو أكبر من النظر حلال وواقع وهو الجماع، والله أعلم.